بنسبة مشاركة تجاوزت 47%. أعلن عن نتائج عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية على الصعيد الوطني. 47.24% من مجموع الهيئة المهنية الوطنية التي تم تسجيلها أمس لانتخابات الغرف لسنة 2021 مقابل 43% تم تسجيلها سنة 2015. انتخابات سجلت تراجع جل الأحزاب السياسية وفقدانها لمقاعدها الانتخابية التي سبق وأن فازت بها. وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت أعلن أن العملية تميزت بمشاركة 882,736 ناخبة وناخبا في الاقتراع. حزب التجمع الوطني للأحرار اكتسح هذه الانتخابات وتصدرها بعدد كبير من المقاعد مقارنة بانتخابات سنة 2015 التي حل فيها ثالثا. حزب عبد اللطيف وهبي ترجل عن جراره الذي قاده سنة 2015 لتصدر هذه الانتخابات ليكتفي أمس باحتلاله المرتبة الثانية بعدما نال فقط 363 مقعداً، أي بخسارة 45 مقعداً، ليفشل حزب الأصالة والمعاصرة في الحفاظ على المكتسبات التي حققها سابقاً. ويبدو أن سمة التراجع لم تكن فقط من نصيب حزب الأصالة والمعاصرة، ليشاركه نفس السمة حزب الاستقلال الذي تراجع إلى المرتبة الثالثة بعدما كان يحتل المرتبة الثانية في الانتخابات السابقة بحصوله على 360 مقعداً محققاً 9 مقاعد إضافية مقارنة بعام 2015. المركز الرابع حصده حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بحصوله على 174 مقعداً ليخسر بذلك 17 مقعداً كان قد ربح في انتخابات 2015 بعدما حصل على 163 مقعداً آنذاك. أما النكسة الحقيقية الكبرى فكانت من نصيب حزب العدالة والتنمية الذي لم يهتدي بنور مصباحه إلى طريق الفوز ولا حتى الحفاظ على مقاعده التي سجلها سنة 2015 والتي منحته آنذاك المرتبة الخامسة ب 196 مقعداً ليهوي إلى المرتبة الثامنة في انتخابات الأمس ب 49 مقعداً. فهل تكون هذه الهزيمة المدوية التي مني بها الإسلاميون مؤشراً على انطفاء وهج حزب المصباح؟ تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.